السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس نهاية الاتصال. إذا الآن غنشوفو التمرين الثاني حول الاتصال على مجال. اللي ما شافش التمارين ديال الاتصال في نقطة كاين 4 تمارين الرابط في الوصف، وكذلك اللي ما شافش الدرس ديال هذه الفقرة هذه الثانية والتمرين الأول كذلك الرابط في الوصف. إذا هذا خاص بتلاميذ الثانية بكالوريا باللغة الفرنسية، وكذلك ممكن للتلاميذ الثانية بكالوريا اللي كيقراو باللغة العربية تبعو معنا، لأن كنشرحو بالعربية غير كنكتبو باللغة الفرنسية وصافي. الو السؤال المطروح هنا هو اسكلك اش اي كونتينيو سوغ ار، واش هاد الداله متصله على ار؟ غادي نبداو نشوفو على كل جزء من ار. سوغ على المجال مثلا هنا زيرو بلوس انفيني، على هاد المجال قلنا اش لإكس إيكالا إكس أو كاري بلوس ان، هنا زيرو بلوس انفيني كتساوي هادي. الو هادي وشنو؟ راه دالة حدودية اي بويسكو تي فونكسيون بولينوم، الوغ راها متصلة على ار. الوغ اكس اكس كاري بلوس ان دو، وماذا متصلة على ار؟ يعني راها متصلة على زيرو بلوس انفيني، دو اف سوغ زيرو بلوس انفيني. علاش؟ كاغ زيرو بلوس انفيني اي تانكلو دون ار. صحيح. نمشيو دابا نشوفو على المجال الاخر اي سور من مول انفيني زيرو، واش عندنا؟ كذلك داله حدوديه قلنا اف اكس ايكال لا فونكسيون اكس موان زان او كاري اللي هي اكس او كاري موان دوز اكس بلوس ان، وهذا راه حدوديه. اي بويسكو هاد الداله اكس x au carré moins 2x plus 1 c'est une fonction polynôme, il y a de la polynôme, alors on va R, alors x est continu sur R, d'où f est continu sur moins l'infini 0. Alors si vous voulez la fin de la h, alors je vais vous dire une note très importante. Donc on a dit que h est égal à cette delta, ولكن علامل على هذا المجال فقط، وهذه الداله راه متصله على ار، يعني متصله على هذا المجال. اذا اش متصله غير على هذا المجال. اتونسيون تقول لي بما ان اش كتساوي هذه وتقول وهذه متصله على ار، اذا اش متصله على ار، خطا، لان اش كتساوي هذه غير في هذا المجال، نقدر نحكم عليها غير في هذا المجال. نفس الشيء هنا، راه قلنا اش كتساوي لنا اكس موز ان تو كاري في هذا المجال في الانترفال، وهذه داله حدوديه يعني متصله على ار، هادي ماشي اش، هادي هادي متصلة على ار، يعني راه متصلة على هاد المجال اللي كتساوي فيه اش. اذا اش متصلة على مول انفيني زيرو. الوغ دابا شنو باقي لي؟ دابا الزيرو خارج منها والزيرو خارج منها، يعني باقي لي نبين انها متصلة في الزيرو ولا لا. الوغ دابا نشوف واش متصلة في الزيرو. الوغ باش نبين انها متصلة في الزيرو، اما نستعمل هاد القاعدة واما هادي. شنو هادي؟ يعني خص تكون لا ليميت في الزيرو ديال اش اكس كيساوي اش زيرو، ها الاولى، ولا خص يكون متصل على اليمين ومتصل على اليسار، يعني ليميت في الزيرو بلوس كيساوي الزيرو وليميت في الزيرو مون كيساوي الزيرو. واش نستعمل هذه ولا هذه؟ هنا ما نقدرش نستعمل هذه. علاش؟ حيت اش عندها جوج صياغ، على اليمين وعلى اليسار ديال الصفر. ا دغوات دو زيرو عندها تعبير بوحدو، و ا غوش دو زيرو عندها تعبير بوحدو، اذا هذه ما خدامهاش. الوغ غنخدم بهذه، الوغ غنديرو الاتصال على اليمين ثم الاتصال على اليسار، وقبل ما ندير الاتصال خصني تكون عندي اش زيرو. واش اش زيرو عندي؟ ما عطاونيش، خصني نحسبها. قلنا اش دو زيرو ايكال كي غادي نحسبها، واش هنا نقدر نعوض بالزيرو؟ لا، حيت قطعا واش هنا نقدر نعوض بالزيرو؟ نعم، حيت او يساوي. الوغ اش زيرو نعوض هنا بالزيرو، إذا راه زيرو كاري يساوي إذا راه الوغ دابا عرفنا اش زيرو. غنشوفو دابا لا ليميت، اي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو بلوس ولا زيرو اكس سوبيغ زيرو دو اش اكس شنو كتساوي؟ لا ليميت اكس طون فيغ زيرو بلوس، غنستعمل زيرو بلوس يعني أكبر من زيرو، غنستعمل هاد الصيغة دو اكس او كاري بلس ان، و غنعوضو اكس بزيرو، زيرو بلس ان إيكالا ان، إيكالا اش دو زيرو. الوغ لقينا بأنما ليميت في زيرو بلس كيساوي زيرو، دونك اش اي كونتيني ا دغوات كون زيرو. دابا نشوفو ا غوش، اي لا ليميت كون اكس تونفير زيرو موان دو اش اكس إيكالا لا ليميت كون اكس تونفير زيرو موان ديالاش. الوغ اش اكس غادي ناخدو هاد الصفر لأن اصلا من الصفر، دو اكس موان زيرو تو كاري تساوي، غير عوضنا اكس بزيرو، زيرو
موانز ان هي موانز ان، موانز ان او كاري هي ان، تو سامبلومون. الوغ واش كتساوي اش زيرو؟ نعم، لان اش زيرو هي ان. دونك اش ا غوش اون زيرو، صحيح. الوغ راها كونتيني ا دغوات كونتيني دوج، دو اش اي كونتيني اون زيرو. الوغ واش نلقينا كبيرات؟ كاين بينما اش كونتيني من زيرو بلس انفيني، كونتيني من موان انفيني زيرو، و كونتيني في زيرو، اي باغ سويت راه اش كونتيني سوغ اخ. صحيح، زال لنا التمرين. الوغ شوف، راه كاين تلامذة غيقول لك الكتبة مدهوزة ولا، راه كنكتب معاك دابا، راه بوزيسيوني مزيان، الطابلو مراهش معلق مزيان. الوغ راه كتسمعو واش كنقول، من خلال الهضرة اللي كنقول غتبعو غتفهمو واش كندير، و راه كنظن أن الكتبة واضحة. إذا غنقترح عليكم تمرين ثالث، راه في موقع رابط في الوصف، اللي غنخليكم تخدموه نتوما راسكم. من بعد ما تجاوبوا عليه غتكتبوا تعليق في الموقع ماشي في اليوتيوب، الجواب يعني الجواب اللي لقيتو واش نعم ولا لا، وي او نو. صحيح، كل واحد فيكم غيحاول يخدم التمرين وغيجاوبني واش وي ولا نو، لان قلت لكم واش لا فونكسيون ال اي كونتينيو سوغ اخ، بنفس الطريقه اللي خدمت بها حاولوا تخدموا بها وغتبينوا لي واش كونتينيو سوغ ال ولا لا. يعني نخليكم داك التمرين، انا ما غنصحوش نهائيا، نخليه ليكم حتى التاني نقول لكم الجواب فقط الصحيح. إذا تحياتي وإلى اللقاء.